الذين استشهدوا في معارك القتال ضد مجاميع داعش الإرهابية. وتضمنت المراسيم التي حضرها نائب مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في خنقين وعدد من ممثلي الأحزاب وذوي الشهداء وجمع غفير من الأهالي عرض فيلم وثائقي جسد تضحيات الجسام لقوات البيشمركة وبطولاتها في الدفاع عن العرض والأرض، فضلا عن عروض فنية وأدبية تغنت بملاحم وشجاعة قوات البيشمركة ووقوفها البطولي بوجه المجاميع الإرهابية. بهدف استذكار بطولات وتضحيات شهداء قوات البيشمركة البطلة، نظم مركز نشاطات الشباب في خنقين مراسيم استذكارية لعدد من شهداء الاتحاد الوطني الكردستاني من قوات البيشمركة والذين ضحوا بأغلى ما يملكون قربانا للتربة وأهالي البلاد. حيث حضر المراسيم نائب مسؤول مركز تنظيمات خنقين للاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من ممثلي الأحزاب وأهالي الشهداء وجمع غفير من أهالي خنقين. المراسيم تضمنت عرض فيلم وثائقيا جسد تضحيات قوات البيشمركة في دفاعها عن الأرض والعرض، وبعدها قدمت فرقة مركز نشاطات الشباب عروضا فنية تغنت بتضحيات وبطولات قوات البيشمركة. قام السنتر بمجموعة نشاطات فنية وأدبية لاستذكار شهدائنا الأبرار وخاصة شهداء خانقين الذين دافعوا وناضلوا وضحوا بدمائهم وضحوا بالغالي والنفيس. الذين والقوى الإرهابية والمنظمات الإرهابية الذين يسمونهم بداعش، ونحن نقول لشهدائنا نحن مدينون لكم، أنتم ستبقون في ذاكرتنا إلى آخر يوم في حياتنا، ومن هنا نقدم ألف تحية إلى عوائل الشهداء وخاصة وخص بها أم الشهيد وأولاد الشهيد. الحاضرون بدوره أشهدوا بتضحيات شهداء الاتحاد الوطني الكردستاني في سبيل عزة وكرامة كردستان وتحقيق الأهداف التي ناضلوا من أجلها، مشيرين إلى أن قوات البيشمركة قدمت الكثير من الشهداء في سبيل القضاء على الدكتاتورية وانهاء المظالم التي لحقت بجماهير شعب كردستان. أبدي حديثي بمقولة: الجود بالنفس أقصى غاية الجود. يعني نحن في خانقين وفي كردستان نقول سلاما لشهدائنا الأبرار، سلاما لشهدائنا اللي ضحوا بأغلى أغلى ما يملكون ألا وهو النفس والروح، قربانا لهذا البلد، قربانا لهذا الشعب، قربانا لهذه المبدأ. ديارة ياد كردنوي الشهيدان كردستان بشويشي قشتي او شهيداني بتايبة. من الواضح ان استذكار شهداء البيشمركة بصورة عامة وشهداء الاتحاد الوطني الكردستاني يعد خطوة وعمل مبارك، ويجب ان تكون لها خصوصية خاصة، وذلك لاننا نستذكر من ضحى بنفسه قربانا لنا ولمديننا، لهذا فهو لابد ان يكون شيئا محط احترام وتقدير الجميع. من جهود قوات البيشمركة في هذه المرحلة العصيبة في تاريخ الشعب الكردي، ونثمن تضحيات شهداء هذه المرحلة الحاسمة في تاريخنا، وأيضا هذه التضحيات وهذه الجهود التي بذلوها من أجل حرية الشعب الكردي وحرية الأمان والاستقرار في هذه المنطقة من داعش ومن لفهم، وبدليل بأن هذه الاحتفالية أو الحفلة التأميني في هذه القاعة دليل على ذلك. ستبقى قوات البيشمركة وتضحياتها من أجل تربة وأهالي البلاد النبراس الذي يضيء الدرب للأجيال، وسيبقون المثل الأعلى الذي يقتدى به. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، علي محمد. في كركوك نفذت قوة من مديرية شؤون أفواج طوارئ شرطة كركوك بالتعاون مع مركز شرطة العروبة حملة دهم وتفتيش في